زول ذا مقران ومرحبا يسون لي تيعاد ذا ثرار تدويل تناغن مرحبا قلانث ولا دغرون هم العات ونشني زفر نيور نرمطان وذقيور اينا عفرير برير قلان يتوسن يس اس نتموسني اساني لدمون لا غرس ذي قهيل تدويل تناغن مرحبا باش عدنو ثلاف وسي يوم العلم سقارن اذن سلماذا خليل برتال ذو قهيل وسثني التليل غرنختيش تنتدو كلا فساخد سيث باثن ذيس يج تنتدو كلا سقارن تيشرير تذن زيان بطبان تذي مضبر الناس ذي ثاني حسام قمة ذن تذن غماس وذاني ذن نشط ذي ثدو كلا يي وغرنخ ثاني ثيش أسمك وشي سيث باثن وسيناخ ثاني ذو قهيل موسان مرحبا وسيناخ دين الجيون سيل ولاية نتبسال ثدو كلا ثام قرانت انتدو كلا وين نجمني نغ المجتمع المدني ذي تبسا يعني ذي سديس جمال الثابت مضبر انتربع ثيذ يذني سيقم دوكان النسوي هذا عدان ذي ثركنت نئذ لسنا إذن انتشر في ويكل ذي لي ذهيل وسا ذي مرحبا قيمة ثين إذنا نرني نقرب ومرحبا بيس ون ما خدني غذي مرحبا انوا ساقلان نقصد نتلاي ديس دي ثزوارا فث مسنين نيغ العلم ومتى نواس خير هموين نيغ خوسا هم تاي خطراش ثم مسنين تفقلان يس بنانت الامام نيغ لجناس يعني ثيركيز نسنتي قدرانت نسم باللي ذي تساير ثامور ثنا اسن 16 افريل اقلان عدا سنات وامين غرس القيم في الناس ذق مزروي ما ميش لا وانتا اقلان ذيس إلا مسنوى مقران عبد الحميد بن باديس إلا ذيس حقق النغي سوا سوريف ذي مقران النغي القرى أيضا نت مسني ويس توسن 16 أفريل أسن سميكتي سثمتان تنس وي نيلا نثلاف لاس إلا زم ذي لين يقلان سنن ذا مزروي ذي قلان خدمن ذي كحريشي نوس قريد ذو سلمذ مسني فيا ذي نيني نغ سلماذ خليل برتال مرحبا يسيك سوستان مرحبا بارك الله فيكم ما كيخيل لا غامل الحصه يد المناسبه يد تنقرانت مناسبه 16 افريل يد ذي كل اسبوع نحتفل نمشي سي الجزائر في الجزائر نحتفل سوا سيد اسن العلم اسن اسن نتبجل ديس العلماء النخ خاصه الرمز دام قران 16 افريل يد تجمعت ديس عبد الحميد بن باديس الرائد من النهضه العلميه ذي الجزائر بالعالم يعني نشخف الناس مليح مليح العلميه في الجليل ان شاء الله يا ربي خاطر نسم باللي ثامور في النغذي الوقت الاستعمار الفرنساوي اللي يسعد يعني القراف وغير النار ذي السلاح ذي متيزران الشهداء ذي جزائر النقيطان ذي المعارك ذي الوقت الثورات الشعبيه وما زفرور الناس الا ثاني القرا تم قران تنتاث مسحنا خمره ثالث صنغ ثمنه وثنغ نغ الهويه نغ اقلان في الله فروح مره اذن الاستعمار يخسرني ست وانت لما كان ما ظرف مقران تقلان وبري ذي قعنا قلان تفريث الاستعمار بشر خيمزح مرة الهوية النخ وفي لا فيش نثورة أيضا نتاث وسيد سليس ما مقران أموسنا وعبد الحميد بن باديس صور ستام مقران تقلاني سوا عبد الحميد بن باديس تربعة نس العلماء جمعية العلماء المسلمين قلان لننس يعني باش نشخ نشني في الشخصية باش نشخ في العلماء نزير قلان سوا نثور ستام مقران باش هذا العاود يحتفظ الشعبية الهوية يعني ساعة سنت ساعتين بالكتاب سن الكتابات ويشوفون شبشة بس نصيغ الحق نصيغ مليح مليح ما كيديود في الاستعمار الفرنسي ذي الجزائر ثروة سام زور ثقلا يركز في الناس ثقلا نركز في الناس القادة العسكر نسنت طمسن الهوية المجتمعية وثعان وثعان ثروة سام زور ثعان المجتمع مسيحي خاوسة مزورة خاوسة ثانية قلنا ركزون في الناس تقيم الجزائرية دائما تابعة لفرنسا لوقسي 1830 فرواحت يعني النقل نشني لوقسا ونتشخش في المقاومة المسلحة بنشخ في المقاومة الفكرية المقاومة العلمية خطرش المقاومة الفكرية دائما تجيش في الناس المقاومة العلمية يعني سكون كيديو في الاستعمار غلط مورث النخ والعلماء ان الجزائر المفكرين نس تحارب نديس س العلم الدعوه باش يحافظ المجتمعيات
في الهويه انت عندما ماذا قبل سي لجنه المغاربه قال لنا يسوت احمد خوجه او حمدان خوجه قال لنا يصير في الناس ثغوسا تم قرانت باش يقيم الشعبيه ديما يتحافظ في الهويه نس الدين نس اللغه نس الاعراف نس التقاليد نس. ومن بعد نروح شني شيخ قريح عبد الحميد بن باديس. عبد الحميد بن باديس ممكن قرن شني دي 1889 قالوا لي لولدي قسنطينه لولدي قسنطينه ونتلاقى شني الرائد النهضه العلميه ذي الجزائر ذي الوطن العربي القدمينيث يحفظ القران الكريم والعمر 13 العوام يعني ما كاين 13 العوام يختم القران الكريم. وانت باش نشيخ فلاس ثاني نشيخ فلاس نتسي العائله الباديسيه عائله باديسيه يثرس الجذور تمقران في تاريخنا تاريخ في تاريخ الجزائر حتى انه الا القاضي الا القاضي جد السباباس ذي قسنطينه حتى تشخنت المصادر التاريخيه باللي ما حتى سوى ناس التكريم الناس انت الدوله الفرنسيه نابليون من كان اللي يحكم فرنسا يكرميت على اساس انت قال لنا الا يتساوى ذي ينشر ذي العدل خاطر الا القاضي انت جدس نشيخ نشني في عبد الحميد بن باديس يكمل القرايه ذي المهجر يروح للبقاع المقدسه يكمل النيث ويملا قاضي النيث انت البشير الابراهيمي يعني غير انني ما كنقول فوسنسا هي كل العلماء البشير الابراهيمي طيب العقبي العربي التونسي هي يثمن هني قال لنا رفذن الشعار المحافظه على الهويه الجزائريه الهويه الشعبيه الهويه اذا انتو خطرشين الشعب القديم دا غايتو الهويه صافي يدير يروح يسمح لهم مرتنس ويروح ادياوي الهويه يتخطنس الهويه المسيحيه قال لنا نبغى فرنسا ذراع باش تنشر الدايره الجزائر خاصه تبغى تكس الدين الاسلامي تبغى تكس الدين الاسلامي وتحل ذي بامكان الديانه المسيحيه والنصرانيه يعني وانتقلت شني ذي ابسط مثال قلنا بثنو الذايث شني الكاردينال لافيجري الكاردينال لافيجري قلنا يسوى الاسقفيه ذي الجزائر باش ينشر الديانه المسيحيه يعني من هو قال لي يقدر باش يتصدى ويبدد يقول من نشر المسيحيه هي هني العلماء عم عبد الحميد بن باديس طيب العقبي البشير الابراهيمي العربي التبسي يعني هني قال نسيغني الشعبيه وتجيني دائما يتحافظ في الهويه ويتحافظ في الدين يعني والمقوله لعبد الحميد بن باديس قال لنا الناس غادا هني فرنسا اني لا اله الا الله وتقارخشه خاطر شين على بالو بلي زفر لا اله الا الله دين لان في غاوسي وين في مقرانين بس هي تكس فرنسا ممكن جدا استكس الهويه ممكن استكس العروبه ممكن ذو الطعم ذو الطعم انت باش يسوى وانت يسوى التقطيع يعني نوال نحلاني الشعبيه وانتوش القصيده الشعب الجزائري مسلم والى العروبه ينتسب من قال احد عن اصله او قال مات فقد كذب يعني ويث يطرن في الناس في فرنسا يطرن في الناس باللي انت ثقار الجزائر جزائريه والجزائر خلاص سري تنسالخ سي 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 الجزائريانس وسي العروبانس وتبدا تروح على المسيحيه يطرن في الناس العلماء ايث يعني ني خاك من دغان ان سوا سنت ساعتين ثلاثه ساعتين يعني فوش الحق نس يعني في عبد الحميد بن باديس سوتو مالا انا على بالك الهويه الجزائريين نتاف دين سنا اسلامي انت الزوره ناس المزيغ في العربيه يعني في غاو سوينا كل قلان توحد انت هكذا جزائري انت مزروي تاريخ موحد ما يقارن يا كل تيغاو سوينا قلان دوك انت جزائريين ونشني ذي الوقت الدينيه هكذا جزائري اللي يحتاج وقلان اسسنا في غاو سوينا في اي باش وترينشا يعني ومن بعد زفرس ما كيساواد الجمعيه يعني العلماء المسلمين الجزائريين نشني قبل زاد هو غنشاخ في جمعيه العلماء المسلمين بين شيخ فشران نتغاوس هذه التاريخ الجزائري الشعب الجزائري يعني شران نور حالة يعني والكاتب ذا مقران بريطاني يعاش ديث 1818 يعني كي عاش ديث 1818 يدرس المجتمع الجزائري تقريبا 10 اعوام ما تسنين ناي ناس نذلاق شاغلو كان تشاش في المجتمع الجزائري وذلاق خشاويط يسين شي قرا يسين شي يكتب يعني المجتمع الجزائري مجتمع متعلم منذ عقود
ماهوش وليد اللحظة ماهوش سيلوق برك ماشي شرط يقرا ديك غربازني غير من دراسة ماشي شرط ماشي شرط غرسن دارت نسمي الا الشيخ غرسن الكتاتيب غرسن المدارس تيمزاني مقرن ليسنت بصح لحقا ماني قضان في الأمية يث زهو غادي في فرنسا زهو غادي في الأمية لولا شديد زهير عبد الحميد بن باديس ما كاين فهم ما كاين يروح يقرا ذي البقاع المقدسة ما كاين شنو ذي المهجر يملا قانت البشير الإبراهيمي ذي 1914 حتى 1919 ومفهم ذي نيث باللي بشاء سواء نهضة علمية ذي الجزائر خطر شين الوقت ذي اللي قليل فراغ ما وليش النهضة الفكرية ذي الجزائر يعني ذي الوقت ذي نيث جار 1800 تقريب وسبعين ترواح حتى 1820 إلا المجال يرزم في فرنسا باش تقدر تنشر الهوية نسوى تقدر باش تسلخ وينسلخ الشعبية سي العروبان سي الإسلام عبد الحميد مانيس يتفطن تل البشير الإبراهيمي ومفهم باش أنا غاد ولا نديث هذا رزمان والأسن ما كيسماني هنا جمعية العلماء المسلمين يعني والتخطيط يقصطينا العاصمة لكل العلماء أنت على كل حال لا نغرس قليل النوادي ولا نغرس قليل الجمعية ثم تيمزانين ولكن يبغى تجمل باش تعال جمعية وطنية وملقان ب 5 ماي 1931 وأسن ما يعرف بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أقلان سرباد الجيل أقلان يقوم الثورة التحريرية هي قلنا نقوم من الثورة التحريرية دي 1954 يعني التربان دي جمعية العلماء المسلمين ان التثق ربان والعلماء اني هني قلنا سيناس نتعالي ميثنا نحب الوطن سيناس نتعالي من محاربة الإدماج سيناس نتعالي من محاربة التجنيس سيناس نتعالي من المحافظة في الهوية انك محافظة في الإسلام في الدين الإسلامي سيرتو انت خلاتك مجلات النسيخ يا مال سيغاز مجلة البصائر إيه. لا لا لو كنتش تيبان شخ في المجالات قلنا نستعمليه الجمعية وقتنا الاستعمار المجالات المجالات قلنا نستعمليه الوسائل قلنا نستعمليه القوسيوين قلنا نستعمليه الجمعية باش تنشر الافكار صح شت تفكر ان شاء الله شت شني باش تنشر الافكار الناس ماهوش غير الجرائد برك الجرائد غرس النوادي غرس الخطب غرس المجلات قال لنا لا ينشط لي سنت عبد الحميد بن باديس الجماعة الناس هي كل انت قال لنا وصلت الفكره من الجمعيه الفكره من محاربه الاستعمار الفرنسي المحافظه في الهويه للشعب ما نقدرش نشني باش نبغى ننشر فرنسه ونشر من الوسائل لازم هذه اللي نتغر من الوسائل وما كاين لا انت وسائل التواصل جديدين بشري غير وسائل التواصل قال لنا العوام ديال الجرائد المجلات الصحف الصحف يعني الصحف اليومية والجرائد الشهرية والمجلات تقريبا شهرين ثلاث شهور ثلاث شهور يرني الخطب للجمعة يرني استان الشيوخ غير نمرة تمر ثنا خير الشيوخ استان طيب العقبة العربي تبسي يعني ييث كل نهني قلان البشير الإبراهيمي يي نهني قلان الراكيزة قلان بنان إيس جيل قلان يقدر باش يحارب ويسير في فرنسا سي سي الجزائر تغاوسا كلانت حلا استاذ نزرى باللي ما يقال الثور فيها ما الفكريه يعني تغاوسا كلان ثوير سي الوقت اللي نثور فيها ومن بعد عداد الوقت القران اللي نغل الحرب التحريريه وزف الاستقلال ثاني الا غرس الدور ذا مقرر يقيم افريلاي قلاني موت يعني انت ذا سد الرواس انت بالتانت عبد الحميد بالتانت يقيم يعني تغاوسا كلان الساغ ديما ما يقال تفاوث النير هم تفاوثي الجيال باش اقيم ديما تبعني بريدنا العين باش اقيم ديما تبعن دي الرواد الحضاره نسن الرواد اي ثقلا نقش باش تصيغ اشتمواس عبد الحميد بن باديس يعني احتفاء باش هاني نفكر برك اما كل سكواس 364 يوم لني لازم نخدم سوال ننسني هنا باش نلحق شنو ما تبغاني هنا على النهضه اللي انا بغات يساوى عبد الحميد بن باديس يعني من لقوا السنايث شوف والسنايث نتبع اللي شرانا الحصه ما في القنوات الخليجيه تقال خديسم باللي تبنان الافكار قلنا الا يتشخيص انت عبد الحميد بن باديس اللق
وغلوق تشخم في الناس نغلوق صرف الرائد سخدم الناس باش يحافظ في الهويه وباش يحافظ باش يصير طرق جديده خاصه طلب العلم خاصه نشر الثقافه الاسلاميه نشر التعاليم الدين الاسلامي باش نسير شني السيد بركي الاحتفاء مش احتفاء الاحتفاء خاطر شي تيموت يتوفى 16 افريل 1940 1940 ومن بعد منولد سيدي اللي هبط سنس كرئيس جمعيه العلماء المسلمين البشير الابراهيمي قال لي يشمل متى قد جاء عبد الحميد بن باديس لنا دائما وخاصه زفر الاستقلال ما زفر الاستقلال كمل الجمعيه كان تبراتني غير رساله كمل الرساله نسن قال لنا بتلحق قال لنا بتلحق نغلى غل غل نشر العلم نشر الثقافه العربيه ونشر الاسلام في الجزائر خاطر راش استاذ ثاني ماذا ما تشاخذش يعني في الطرق ياما نشر العلم سيرتو الشيوخ هذا المدارس تغوص قال الطبرات اني غد رساله قال اني قيم يحافظ في الناس المجتمع اني غاجم لي جزائري مره دماء يعني ونوع للعلم اي العلم الاسلامي العلم الدين العلم نتموسني قال نرزي في الدنيا يا كل تغوصي وين قال نقيم انت ذا بريدي تفريط في المجتمع الجزائري وهلا سا باش تقيم ديما ثبرات تي قال لي نثروا هذه الجيال الجزائر باش تقيم ديما يعني ثموسني دين ثقافه دين خدم ثمرت نغذلها ويثنا يويت الدور ثاني غير بازن الدين غير مدارس القرآنية نروح نزر لمثل زي سنت نتاث ذا غير بازن القرآن ذي مازونر ولا نغير زان نظفر ذا روبرتاج جاي في اللاس إذن سعاد شبح ودمو لا غروان جرنت ورقال لكثب أي حكيت الدعوات فتشتها قلعين نت مسني ذو مكان الدين دي هم دينة المازونة دي الولاية غيليزان إلا نغرس فوسي وإن كانت براتنا النضال ذو تحرر ذو تخرجني مقرانا نيموسناون أساسها الشيخ سيد محمد ابن الشرف في بداية القرن الحادي عشر هجري كانوا الدارسون يأتون إليها من كل أنحاء القطر الجزائري وحتى من خارج الوطن وكانت متخصصة في الفقه وأصوله تفسير القرآن الكريم العلوم الدينية الحديث وغيره وصحيح مسلم ورعاذ مكان يقيم في تزقر ثنو السام ذي العوام وذي الشارات ذو قلان نموسناون وذي الأرشيف نيوذان يرزون ومن يورعاذ حظا في ترسلين النس يوسل مذن القراني سورثة دي قورن التحقت بالمدرسة هذه من 2018 وراني نقرأ في هذه المدرسة وحلمي نختم كتاب الله عز وجل عندي 5 حزب عندي سورة صف وحلمي أن أختم كتاب الله عز وجل راني متمنية نختم كتاب الله عز وجل باش ندير حجاب ليا وتاج لوالدي أغربازن القرآن دي مازونا ذا مكان الوسطية وضشارت نفور هذو غير الدين يا ما انتقل أستاذ غلا نزر الجيزة مزان ثروامية مزان ران الجزائري مزانا وقرني بريدنا يبغانا ذا سنن وذقران سيقمسي صغر نسن بذن بارك الحروف برك في مزوار بعد روحان القرآن وبغانا سن كثر وبغانا حتى ما انتقل تملن الحقن غلستين الحزاب ويبويد القرائف ندين بغير القرائف نسن غرباز متى ترعيد ذي قصير مني غل أمل أموي انت شني غير مخدايم ان شاء الله مثلها ما ذي مثل شخني ثواربني قاري علمك القرآن والقرآن بث يعلم كل شيء يعني شنو المجتمع الجزائري شنو الله يبارك ولا الشنويطه قلان ولا الجامعه قلان راه تروح فرص وتلقشة 60 70 كل قرا القرآن قرأ. ما شاء الله الرؤوسة الثانية يعني المساجد المدارس القرآنية لعبت دور دام قران دي نشر الدين الإسلامي لتعليم العلم دائما المساجد خطره شنو ليش ما ممكن قال لما ني بتروح شك وبتعلم ديس القران التعليم لنا التعليم الاكاديمي ولا التعليم يعني التربوي التعليم التربوي ييت نقصد ديس شنو الجامع نقصد ديس شنو هي دايره في 6 العوام
المدرسه يعني تيلي ساعات وتشرس الوقت باش يروح للجامع الجامع بصح حنا غير قبل غير الجامع سي 4 العوام غير 5 العوام 6 العوام ومن بعد 6 العوام في المدرسه بايقيم دائما مرتبط دائما في ساعتين نص دائما مرتبطين في الجامع هذا غادي يسيري كل يتروح دائما غير الجامع باش يكمل القران صافي يديروا يبغي شي يضيع ما تقلا يستعد بالك ذي عامين ديني تاتي يحفظ 7 و8 الاحزاب يعني كيما سيقيم قيمنا 40 الاحزاب 50 الاحزاب باش يقن خير يعني دائما ويرني الطلب العلمي ذي المساجد اللي يلعب دور مقرن ذي التحصيل العلمي ذي المدارس العاديه يعني التربيه خاصه المجال المدرسه شنو يعني ذي المدارس النخ الدولة دائما تخصان 15 فبراير دائما الاحتفال بيوم العلم اسنا يعني الفشطاف شنو انتقلت اسمنت كل تعداد الفشطاف يوم العلم تاعت في سيرتو سي زفر العيد رمضان استاذ يعني تراسا قلان هني سلقين في ذر لنا عشران وذفنت الفشطاف ذيك غير مرات مرثنا حتى سلوين تمور في سوا الفشطاف تغوص قلنا وغلف وزارة التربية سوا ثانية برنامج ذا مقران غير ذا مقران يعني تغوص دول تكون يعني انت سوا تغوص ذا مقران في العلمية على بالها باللي طالب العلمية تغوص ذا مقران العلم انت قلنا يرفض الأمم وانت قلنا يسقوها انت لازم أسنسوا أس قلنا بانج دائما جياليث مرتبطين سالعلم يعني الاحتفالات بيوم العلم انتقل لرئاسة الجمهورية الله يبارك العلم الولاد الله يبارك تكريمات محافظة القرآن الكريم ذي دقوة السيد مجموعة الاختراعات السنات سوا ذي ولاية من الولايات يعني وش بدنا ناخذ الدري ذي مزان ذي العمر من 14-15 سنة عرس الاختراعات بمناسبة هذا اليوم يوم طلب يوم العلم كرمنيهن صغانا سن الجوائز صغانا سن الرحلات صغانا سن باش يقيمه هيو دائما يطلب للعلم ويتريش سي 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 البوتا قايد ما كنقدش نسي كبري ذايث نطالب نطالب العلم خاطر شين على باله بلي مدا يري سي كبري ذايث غرس عواقب وخيمه والنتيجة نغ تمريك فانت شني نزريت غير نزر الجامعة النخ تقريبا سني مليان طالب نغ ذن الماد غير نزر حد تقريبا 11 مليون عن ذيك غير بازن وكل تغوص قلنا هني يعني ثمور في نص تحس بلي القاعدة نستقدر لازم الدولة ما يستر في الروح نستر في الروح نستر طلب العلم تلاقي شي 11 مليون وتلاقي سني مليون ديال الجامعه الله يبارك تلاقي فيها كل طلب العلم يعني انت دائما قار خاصني دري داخل القسم قار خاصني نبغى نروح لليابان انتقل مثلا لليابان نلقى غير 160 ولا 170 طالب جامعي عدد السكان نبغى نروح لطوكيو واحد صبرك العاصمه نسن واحد صبرك 30 مليون طالب جامعي ذي طوكيو واحد الله يبارك الأمم طلعت طلاب العلم طلعت ما قارتش التلاميذ طلعت طلاب الجامعات طلعت عباك غير هذين كل قران وكل سنن دين فاموسنيدين بالعكس في المجتمع بديس المنافسة دغ عاد نقول الله يبارك في القران وكل بديس المنافسة المنافسة جارنتش ذو تقول لنا يقرا العلم واش المنافسة جارين واش ذو قال لنا يقرا ايه صح وما يسوى في غوصه الكتاب بغي خاطر يسوى الكتابه من تا لازم وبغي يسوى الكتابه من تا بس يسوى الكتاب ديال المجال يختار في غوصه هذا قلت انا تفكير غوصه جادرني يخزني سورتو ما الا عنيني واحد ما يقال المستوى يجي المستوى ما تلاق في منافسه تا ود منافسه تا مقراد ونشي تقلق ستارت اب في غوصه كلان سورتو الجامعات ما كيرني هرزم المؤسسات المصغرات غوصه يعني تكوين وطويل من جهة هذه الحياة الناس يروح يتكون والتكوينية والداخل ثاني طالب العلم تكوين يعني شني غير نخطق طيث نتغو سيوين باش نكون غير نخص شني ذي ما كان قارن شني ذي بفوسة قلان يخدم مليح يروح يتكون باش عاد يخدم مليح ودغا تعاد تخدم مليح والإنتاج نش مليح وكذا وكذا ثمور ثبت تطلع وحز وهو اني كان قالوا يقلا تباني خسرتوا يقلا طلبة العلم قال ولا نقالوا انش سنين خاصة طلاب العلم لازم ما لازمش طولة تجم طالب العلم طالب العلم انتقلن باش العلم انتقلن باش كيرفع وانتقلن باش انتقلن باش كيسهو مدغا وتهتمي شايس وربي سبحانه ما تقاري قار هل يستوي الذين يعلمون والذين لا لا يعلمون مستحيل ويعني شني ما تبنيني بس يقلن رواد النهضة العلمية الجزائر ربي يعني يرحم
وسني بارك ان شاء الله ذي لما تجين الى اجيال قلنا نسين ربي يحمي ويحفظكم ويدا. يعطيك صحافه المرثى تام قرانت استاذ خليل برتال ما كتلام تفرم مثل يساف 16 فريد القيم في الناس ذو سنت موسني غير المجتمع الجزائري هيا قران الفرن ذي نخدمه زعما غنكمل هي المساك من جا ظفرم روبورتاج قاثيتي تام دو كل ثنا هند شرفي فزوري نغلفن ونقاش نغلفن الامازيغي وانت ثاني سيف غوسوين قلان صحفة تنظيمة في الهويث غوسوين في شير نتمور ثنغة نظفر ودولا غروان ذي دخل الورشة نير دخل نوخام الخدمة ذي الحرف الثفوس اللي نذيب عقل ذي الولاية نهبة ثنة التفذ الثزوري نير الرسم نفوس اتمثلن الهوية نثمطو الثمازيغ نير هشاويخ اسلخ ذايم نثم الدور في ثت الدر هرنيداس المعالم نثمور في شاوينا. هنا اللوحة اللي راهي تمثل الكوخ تاع الأجداد تاع القديم اللي تمثل فيها الدفء تاع الأسرة، الأسرة اللي في البرد نلاحظوا هنا تجمع أفراد الأسرة، الأسرة اللي نسميها الأسرة الكبيرة. هنا نلاحظوا حتى الإضاءة، الإضاءة الطبيعية تاع الكوخ. نلاحظوا باللي هنا في أفراد العائلة كل واحد عنده العمل تاعو اليومي، ولا نلاحظوا الجد ممكن الأب هنا وماهوش موجودة في العمل. لاحظ أدوات الحرفة، الحرفة هنا الألوان تتغلب عليها ألوان شون صومبر، صومبر ألوان غامقة، غامقة باش الليلة راهي تبين لنا الظلمة تاع 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 الكوخ هذا. هنا الألوان هي الألوان الزيتية، بطبيعة الألوان الزيتية. الحرف الثفوس يتقنن غرط زوري ذي الفن باش السلالن ود السيلين طينا نديرو تشكيله وبعدها نخدموها بالمول بالجبس ها وبعدها نصبوا عليها لاريزين. هذه لاريزين، ماده لاريزين هاي كي نصلوها هذا الجبس نفيلو فيه وبعدها نديرو مرحله التلوين والتركيب. الاطار هذا احنا بغينا نديرو معرض في العاصمه حول 50 شخصيه وطنيه اللي اثرت في تاريخ الجزائر. نتكلم على الحاج الاخضر، نتكلم على علوله، نتكلم على صابونجي، نتكلم على حسن الحسني، نتكلم على العنقه، نتكلم على 50 شخصيه اللي عليها الاجماع الوطني. نتكلم حول تكريم الناس اللي ضحات من اجل هذه البلاد. بغينا كمؤسسه فنيه نقدروا نكرموا هذا الناس بهذه اللوحات. ان شاء الله الفكره نتاعنا انه نديروا في العاصمه معرض، يكون معرض كبير لخمسين شخصيه هذه وين نكرموهم هما والاهل نتاعهم الاحياء منهم والاموات. يعني ماذا يميز هذا النوع من العمل؟ هذا العمل هذا يميزه انه شكل غريب شويه، كي تقدمي التصويره ما تشوفي تصويره تما ماهيش واضحه،
كل ما تبعدي على التصويره كل ما الصوره تتضح اكثر واكثر واكثر. وما اذي قيم فوس نظوري يلا ويدر ويسنعاث وذم ذي سم نمزغن ذي شويا اني لان ماشي نلا نطفر عن يي كل تيغاو سوين ذا الفنون فازور يقلان أخا عون ديما صحفة ثمنة وثنا الهوي ثنا في الاسم واثي مقرانا ذتا ذي شيرن العوايد يي كل تيغاو سوين أقلان تعاون انت ديما ذي ثدوكلا نجمني أجزائري يقلان تبع ذي خديما هانشين ولاد غرون أساث وساخد ثيش تنتي دوكلا سقال انتي شرير سيث باثن سيث مال قصبات ثانيا نخو ذما ونيطن الخير سيرتو ونشنين سادا يور نرمطان يور نزومي يور نرحمة لمضة منا يكل تيغا وسوينا قلان خجن تروح وانث ولا غير ثير بعن ثيد يكلوينا قلان خدمن تعني الخير وخجن تعني انسخطر الخير انسنت وان ميكتي متاسا وانت فمزوارين نخ اسمك واشين تف ناشطة غرس ثيد وكلا بصح ثاني تخدم ذيك داني مكان مرحبا بك اسمك واشي مرحبا بك الاخ الخير على سلامتك اسماء ناشطه في عده مجالات ناشطه في المجال الخيري الله يبارك ان إيه. نخ زيان بطبان انت ذي مضبرني غلا سواي انت دوك لانتي شرير تحيلاقنا في مال القصبات وين انت بث انت مرحبا بك زيان زور خويا الخير وتحيه ان شاء الله القناه الامازيغيه الرابعه لكم من حيه بزاف بارك الله فيك مثلا مير الثاني ماشي دوسيم اذن اخ حسام قماز انت ذان غماز ذي الولايه انت باثنت يعني صحافه محليه ورنياس ثاني ذي الناشط ذي الجمعيه ثاني قولين السن مرحبا سيك ماس حسام مرحبا سيك وما الخيام شكرا في الاستضافه النولى السادي لقناه الرابعه وبارك الله فيك نتشنيا نفرح يسون سيرتو يعني الى خدس نودما ونا الخير هاد نزور سماسا اسما كواشي انت في سيثمان نقاوس الويلا انت باثنت تخدم لاباس ذك يورا رمضان نبغى ان نسن ونزور ما تتق اسما كواشي اسما جوزنا شهر رمضان ما شاء الله كان عندكم اعمال خير الله يبارك احكي لنا شويه على اهم النشاطات التوعيه اهم النشاطات التوعيه هو مركزه بزاف على مناطق الظل عندي عدة مناطق يسمى دائرة نقاوس ودائرة العيون روس العيون تقريبا شادة تال خمسة الرحبات القصبات لمسان هذو هما المناطق اللي ننشط فيهم يعني وين يتواجد الفقر المدقع بزاف يعني المناطق هذه راهي في أزمة يعني كبيرة يعني مالك الأوضاع هذو ما اللي خلوك تحبي تنخرطي في المجال هذا تاع المجال الخيري هذا هو فطرة في الإنسان خويا الخير يعني منذ الصغر كبرت على العطاء وكبرت على يشافي يشوفوني الناس يغيظوني ناس بزاف هكذا ما نقدرش نشوف عائلة هكذا تحتاج وما نقدرش نعاونها وهذا طبعا فضل ربي سبحانه وفضل المحسنين كي واش من عام بديتي هكذا تحبيت تقريبا هذا العام بك 2024 عندي تقريبا 11 سنة داخلة في العام 11 هي بديتي هكذا تمشي وحدك تعمل تطوعي هكذا شوف تقريبا كيفاه بديت بواحد الشيخ يسكن في منطقة واسمها تغانيمت تبع مشتا تغانيمت بلدية تالخمت الشيخ هذا كان عايش وحده مقطوع يعني من ما عنده حتى واحد هذه هي البداية تاعي والانطلاقة تاعي بدأت مع هذا يا الشيخ الله يرحمه اجتمعت تقريبا 7 سنين عمي مسعود يعني كان يسكن في منطقة جبلية كنت نتوافد ديما عليه سما كنت ديما كل تقريبا غير قول تقريبا وقتي كل عيشاته معاه نديله ماكلة نديله طبيب نديله هكذا ومن ثم بديت نتعرف على عائلات كل مرة ينعتوا لي عائلة كل مرة يقولوا لي عائلة كيما هكا خدمت يعني نقل لها يعني غوصة قلنا ذا خدج ديما غوصين الخير تحرك ولو نموذان أنت جديما ذبغان هالسيغ المتفلسن الروغ رماس زيان بطبا أنت سيق صبات غوصة قلنا تجاخ أن يعني مكثي ما زيان أنت الخدمة التمقران سواني تذكر نمطان يعني غل ما يقام الجمعية يعني اغتيتوك لطمزانت بصح نجمة تخدم زني 1200 طلعين نقفوا في نمطان غوصة قلنا أخذت جديما نتولى غير الجمعية الثمثيائية ما سزيان حكا أخذ قليل في الخدمة النون ذي رمضان ما شيت غوصة سلبة شغط تلحقم الحساب ذا مقران سيد معونا ثمثيائي بسم الله الرحمن الرحيم يعني موسوقة يعني ولاي رمضان يعدنا لان يعدنا يعني ثم
ما تقالش تسمى تنبارك ان شاء الله يعني تسمى في الامه الاسلاميه ان شاء الله نخدم ديس يعني تسمى نتعب ديس يعني التعبيه الله يبارك الا محسن الا وطن محسن سماسي ولايه وهران يعني دعمها خدمتني ويعني السبايب الوطن ويا اللي دعمها خدم وسماوي ويريني نخ المس منطقه نخنشني أمنا إن الخير نحن أنا أذكر معليش سمع سعد الكريم بودها كثر خيره يوي تقريب 1200 قفة 1200 قفة ينبطات تقريب سمى تقريب سمى 600 سمى بلدية القصبات وغير 300 نبطات سمى دائرة راس العيون البلديات نسى واحد سنة البلديات ولان 300 نبطات وغير موزال غير سمى غير موزال سمى بلدية عين الزالي تبع سطيب ونسعى ذي سنت ونخمني عن تنشني ونشني لان تعب ذي سنت ونوير ونوير غالية تامال الفقراء هتبان قوفة رمضان الماني بتروح بتروح المسحقين نس يتبان ويلان بتياوي اليتيم ذا الفقير ذا المحتاج صورت أصحاب العملية إلا غارسن غارسن أمر سلطان مساكن سمو الحيق نشاف يعني غير مدين ديس خير الله يزاولين عائلة ديس يزاولين جاكم ويلازم ديس خير الله تحوس ما نسبة داوم المعونة ديس خير الله ديس خير الله نشني هم البلدية نخديس ديش تقريب 23000 نسمه يعني داغ كاين خير خير بلديه فقيره يعني فقيره صح غير نخي يعني داغ نحسبوا داني الذي محتاج تسمى جا خشي اليتامى الفقراء هذا الشيء ديال الوقت الوقت اللي وقعنا يعني معيشه الغلاء الامراض الفطر ولا بنا غير نخ تقريب واحد 8000 ل 9000 محتاج يعني الحساب هذا سمات عنان وذان صح يعني وانت من تشكيجين هي في الجمعيه ذوان ثانيه الجمعيه وجمعيه محليه برك يعني ماشي جمعيه تحي برك على كل حال بصح نشطه في المستوى البلديه ودغايل الخير نكري خارج البلديه سما من خطر تفلاونا الخير مليح ثرني ثرني برا البلديه ها من ناطيه ها من ناط الجمعيه ين واحد هي تقريبا 540 قفه هي تقريبا 540 قفه ريخ ثاني غير رحباد ريا غير رحبة دلقيق بس يعني بلديات مجاورة ننتي تابعين دائرة راس العيون ذو انت اخي جيم باش وكل السمى الفضلة كل باير وحسن غير المحسنين إلا نتقدم للأموال نسن يعني ما شاء الله ربي يسندر إن شاء الله في الأموال نسن إن شاء الله يا ربي أنا دال حسام قماز حسام نسمي كثير باللي ذان غماس نيضا صحفي ذي الولايات باثنت وسلميت الناس يسن غيرنا قلان ذي محتاجين بغان ديما المعونات وين تجين ينشط ويخدم ثاني للجمعية حسام حكي أخذ يعني في تجربة ثنيك إذا نشاط أثير الخدمة للجمعية الله النشاط الجمعوي يحكم بنظام قرار في الأولى الأخيرة يقول في الناس التنافس سي هي جنان الخير يعني وتقيم شهر بكمية إلا الخيمية العمل الجمعوي الخيمية إلا قليل لا صغير الدول في برك الساعة لا سواء الجمعية الخيرية سواء النشطاء الجمعويين سواء أصحاب الخير شغل يقول النشاط الجمعوي يحكم الصدادة مقال سوتو لوك الأول الأخيرية إن الارتفاع للقدرة الشرائية ومواطن والحقنش ونقدر ندي المثال ذي أمطاليه الأسعار كي أنا قلان وذا نقدر نشاء الزومة سأتغيور ذي هاي واهي اسمع ما شاء الله حسام تسمى سلميتي انك خدمة ما يقارننا باب المال وخدمة غير نغ البلديات نغ قوارة جراديس نخير لا يزواليين بلك شك قدر فتوصل فتروح مثلا وما سنة العائلة مش هم كان ما ذي خمسة العائلة ستة ها خدمة نداءات المساعدة العواج لا ذي الفقر المدقع يعني ضرورية الحياة ولاش غصن لا يما لا تيسيتي الأول الدخل ولاش اسما عايشين وحسن لهنا ربي سبحانه وتعالى اللي خاص نداءات المساعدة نداءات المساعدة توصل للصوت نسلغ المسؤول توصل للجمعيات النداء اللي تو الناس المساعدة ومسؤول يتلتفات راسن يتاس راسن يجلس الزيارات يتبدا في الحالة نسم و هذاك هو سيرتوش كبالك هاني راني تعاونش خير مواقع التواصل الاجتماعي يعني ايوا هي نتبع بزاف سيرتو النشطاء الجمعويين مثلا الناشط الجمعوي يتعوم العوائل لا ولا شاسنت مش ماذا في نفس الوقت تبع خيهن اش راه عاخ ما تبع الناشط الجمعوي
أنا نلقى مثلا حالة مزرية تصورتي ثم نشريت مش في نفس الوقت في داخل الحالة هذه اللي يخفي الناس نداء المساعدة بارتاجي وتبارتاجي وتوصل غني مسؤولة توصل غني لرؤساء البلدية توصل حتى لولي الولاية طيب سيد حلا هذا من لغة أسمك هو شيء قلان تخدمه كدقاء يعني ذي البلد كده البلديات سيرتو غير ذين تسنس لباس البلدية في زواليين مساء أسماء سيرتو في بغير يعني نشاط رمضان عندكم بزاف ثاني نشاطات أخرى بلك حتى تعملوا الناس حتى في ديارهم يعني وش نشاط أهم نشاطات اللي درتوها ولا لأنكم داومين دائما تديروها بناء البيوت تقريبا يعني أنا العام هذا تاع 2023-2024 كملت تقريبا زوج عائلات رحلناهم و رحلتهم تبنيو لهم الدار بنينا لهم من الساس للفوق هذو تاع البيوت الهشة اللي ساكنين في البيوت الهشة وبيوت الأحجار وما زالوا يعني شي ما نعتبروهمش بيوت يعني نايس يعني بنينا لهم ديار تقريبا عائلة واحدة في الرحبات رممت لها كانت درت لها ترميم والعائلة الأولى في شعبة الصيد بلدية الخم الثاني بنيت لهم والعائلة الثانية راهي في ولاية سيدي سليمان ثانيتك بنيت لهم هذه ثانيتك بقى لها راهي في الروتوش الأخيرة والعائلة هذه الأخرى اللي راني فيها تقريبا بقات لهم ثانيتك رم في لافينيسيون تاع الدار يعني والعلاج ثاني المرضى يعني هكا أمراض السرطانية ثاني هذو نقوموا بهم عائلة ثاني عندي زوج أولاد درت لهم زوج عمليات واحد لغالب توفى عمليته كانت في تركيا هو يحيى لونانسا من بلدية سفيان هذو كما نشوفوا ذوك في الصورة هذه في التصويرة هذه يعني كي نشوفوا قربي كما هذا يعني تدي لهم مساعدة رمضان وتزيدي تخمي باش تدير لهم دار هذه تقريبا هذو ناس راك تدي لهم ياكلوا بصح لازم السقف لازم دار هذو تقريبا استفادوا يعني من البناء الريفي بصح في نفس الوقت ما كملهمش بناء ريفي ما كملهمش سكنه لا فينيسيون هذو ان شاء الله راهم في طريق الانجاز ان شاء الله بصح نلقاو الحاجه اللي نلقى فيها صعوبه خويا الخير كيفاه نوصلوا لهم برك البلايص طريق ما كانش باه تفوت العائلات كيما هذو مستحيل يعني رانا نغامروا يعني نجازف يعني تبذل مجهود كبير باه توصل العائلات كيما هذو طريق ما كانش تهبط واد باه توصل لهم غير قفه ولا حاجه لهذا نحوسوا نبنيو لهم باه يهبطوا شويه نهبطوهم شويه ولو كان يعني الطريق ولا أسمع كيفاش راكي تواصلي مع هذو عندك صفحة في لي ريزو سوسيو ولا تليفون تاعك بالك وماشي عبر صفحتي في فيسبوك صفحة الناشطة الجمعوية أسماء كواشي يعني هذه هي صفحتي نخدم بها يعني وبفضل المحسنين طبعا نلقى إعانات نشكرهم يعني على الثقة اللي داروها فيا والحمد لله يعني قمت بزاف أعمال يعني 10 سنين هذه بزاف يعني ما شاء الله درت عمليات جراحية كما العملية الثانية تاع الطفل ثاني 1,800,000 ثاني من نقاوس الحملة جمعنا المبلغ تاع 1,800,000 ثاني تكمش سهل في ظرف تاع شهر و29 يوم والحمد لله تنقل تركيا ودار العملية ونجحت الحمد لله عمليات تاع العينين عمليات تاع يعني ما شاء الله نوفروا الأدوية نوفروا لهم كلش نروح مس زيان ديما نقيم خاطر خمي دور نون سيرتو بالك ذي رمضان نبغي رمضان ثاني خدمة حتى ثاني غو نشاطات بغير القفة بالك حتى دعون موذان سلكسو ثنالي سويكسو يعني ما تتغو سوين أقلا نسوى مهنت مرة شهر رمضان هلا الساعة بالك هلا الساعة ولا عذا خدمة نقام شهر رمضان الأخر رمضان عدان السيد اللي نحكي خايف بالله سيد اللي يعاوننا اكثر خير وان شاء الله ربي يرني للمنس يصير اخر سنة الناس اللي عجميين الناس اللي فوناس نشي خاص نفوناسين نغرس اصلا السلطه تقريبا واحد 400 عائله عائله نسفاد عندك الشومايت تقريبا 600 كيلو 700 ديال الاخر تقيم حتى هاني الحفله نطارف الختان النهي الختان ثاني التعريض دار غير نختاني نكرم ثاني انا نكرم ثاني التلاميذ اللي نقرا القران
ما شاء الله وسانتي انت ديما اللي انت في يوم العلم سما ثاني تشجع حتى باش اقرا القران نتشجع ثاني حافظ القران من نط كرم 120 الله يبارك 120 تلميذ وغير ثاني النشاط وغير ثاني النشاط بغير قبة رمضان سلان الاخر ثاني الاخر ثاني اخت اسمك كواشي الله يبارك سما تنسقم شوميش كذا لا سما تنسقم جاي مع بعضنا انت سوا هنا سوا مكتما قوف تشي تأدافي اها مثال اللي ما يقالش اسم قوسان المشتى الا المشتى صح الجلان وذاني طين تاعنا ثاني هنا سوا ثاني قوفه انت حتى انت صغي واحد 25 30 قوفه ونشتي ثاني واحد 30 60 عائله بطيخيت بلد نتشاري على بالك نتشاري تسمى جمعيه تحي حي حي بصح دير ما جالنيش واسع بصح ما جالين بغي باقيش خشميش وكال البلديه سورتو تركز خشمه في اليتامى الفقير صح يعني المحتاجه لان تسمى الاخر سما محتاجه اللي احتاجيت و الاخر سما وانت النشاط الجمعوي سورتو مثلا من الكسوة الثانية ديما تحوس ثاني التنسيق مع الكسوة الاخر سما امام كسوة العيد لوق اليتامى كسوة العيد اسما الاخر اسما شيخ داري بلد ديال القشباط 10 اليتامى 10 اليتامى اللي بستنس الكل سما سوق بسطالة كسوة العيد يعني سواروط سواروط نسن كلش ثانيا خير 10 اليتامى اللي تستاهل القشباط جرياطة مطالب وين كاين ايتام كل مركزين عليهم كسيناهم تقريبا انا يعني العام هذا 260 كسوه للايتام و 280 حي هذه صوره اخرى الطالب نيتوها هذه اسماء هذه تاع القشباط طيب الجمعيه النونسيه ثاني خدمه البنيان تعاون ايه الاخر ثاني هلا شهر العائل الاخر تاع دار عمي رابح تاع عمي رابح و والزوجة نسمى شخوخة بنت الراعي عمي رابح هي سمسيلة أصلا سمسيلي سمسيلة وعايش ذيني سمسيلة وعايش ويما سخان عايش ذيني وزي ما نروح بس ناخذ القوفة لقين ساكن كان سكان الكوخ الحجري ماشي حتى كوخ ذا قلبي ماك قار ذا قلبي مرصيف وذي صلح والو زي ما ينظري خامة سويخ النداءين وهم ذي الفيسبوك سويخ ينوش يصبح ينو سويخ من بعد زي ما هزر الاخت اسمها كواشي لا غير تنا جايه معليش هذا صور اكيد سويخ فيديو يحلى بالكازا من هنا انت تراسك يحلى غير الا اللي تنسيق دار الجمعيه هو سيد اسماء سوا لنا سوا لنا سوا الفيديو في العائل الديني وهل فاس ثاني سبحان الله الخاصه ولا غند الجمع السياسي الجزائر غلويطن غادي مدينه عين الزال لا غناس انا سولتي هاي الشكل العائل الديني بلد القشباط ما ولا تعاون نيتشا ويستجاب ويشيد سيد ديني يطلع على الدين هي يزرعوا لنا صح سكن اللي يشراو كربيها ما ميزيريا يعني ميزيريا كبيره كيجي يهبط مرتو للسبيطار يهبطها لازم يهبطها في برويطه بالضبط ما كانش طريق ديما رانا مسوفرين مع الطريق كارثه يعني ولا السيد لازم يزرعها منين ناخذ برمده مورث حتى وذا انا قطعه ارض ولا شخصناها مورث ماني غايبنا هي الدراري ولاش واللي خنت شغري قطعة أرض هما بتيخ زعما هما الفلاحة واللي اختبر خاصة القطعة ويجي تسيد دايون معاون والحمد لله يا ربي لا ثاني ولا نبي ديني ثاني حسن بن يخلف ثاني ربي يجازيه ربي يحفظه ربي يخليه وصحته إن شاء الله ثاني الخير نسي سبق الله يبارك ثاني ربي إن شاء الله قرن دار ربي يستر في كل شيء ثاني يسيد ويعاون اخو نبد وتعاون اخ اسمك هو شيء ثاني مجهز الدار شيء كل شيء الله يبارك اسمها بنيتو بنينا وجهزنا الدار جهزنا لهم الدار الله يبارك تا استاذ حلا حسام غير الزرت شك غاوسي وين انت يا ماش كذا الصحفي ذي ثبات انت يعني بلك ويرني رني كذا الاراده اني نبغي باش ترني تعاون اكثر وتوصل الميساج للودام ديك غير المره ما تهتقش كي لازرفها مثلا جمعيه نشطها متي دونك ما مش نتبع الحال للعائله ثيث غادي نيت للفقر الموقع ثاني نتبعيه غادي نيت مثلا لاشطينايت حواليه لو بناناس نشد ثاني في الناس انه القابل لي للعائل ثيث قلنا شاخر في الناس من قبل كفنا لي سنو بناناس وجهز ناس لهي الدار باش يجيني التجاوب والإجابة مستقبلا سنو شطائية اثنين باش ثاني عاون من شيء لا العوائل هي اثنين تحتاج انت المعاونة ونشيتم في الناس انتم توصلين ثاني مسؤولين باش يتوسع النشاط الخيري والجمعوي بالمنطقة نخذ الولاية
شامله. دراوسه قال لنا ديما حميج ديما الترنيم تبغى ما تعاونهم يعني مسوان الولايه هما على بالهم يعني الجمعيه ثا هي هنا الولايه تيلي غاص الخباب اللي الجمعيه ثا هي خدمت وخدمت فوق الطاقه نسن يعني خدمت خديم للبلديه بعد مثلا لقى العائله تحتاج بناء ريفي بناء ريفي حتى الصغار الناس مثلا الناس من أهباب الخيرية بنا ناس بنا ناس اللي دارت البلدية سمعت شغل السلقاس اللي يعني في السلطات ويلي شغل يلي عمل مشترك بين جهة السلطات النشاطات الخيرية إن شاء الله. أسماء كنتم عندكم مكان اللي تحتاجون في المناسبات إلى دعم مناسباتي وكاين بالك العام كم ترافقوهم ولا تقريبا انا عندي يومين تفقدهم العائلات هذو تاعي عندي تقريبا 250 عائله هذو متكفله بهم يعني كل يوم ما شاء الله هذو متفقدهم طول عايشه معاهم كانه فرد من عائلتهم نزورهم ندي لهم اللي يحتاجوا لباس اللي يحتاجوا اغطيه الافريشه زوج كيما حملة شتاء درت زوج مرات الحملة الأولى ودرت الحملة الثانية بالك واحدة ديرها في البداية تاع الشتاء واحدة في واحدة درناها في البداية وواحدة في وسط الشتاء هكذا والزكاة زكاة المال ثاني تقريبا وزعت 50 ظرف 50 مليون وزعتها على الأيتام على العائلات تاع الأرامل والأيتام خاصة كل واحد عنده أنفلوب تاعو كل واحد عنده أنفلوب نوصلهم لهم للدار مع القفة تاع رمضان قفة درت 620 قفة الله يبارك إيه معها ذبحت زوج خرفان في البيت أسمعت وحدة أسمعك وحدك وحدي أنا ننشط وحدي يعني تقريبا هذا المجهود وكل راني نقوم به وحدي يعني بفضل ثانية كاين يعاونني زعزيا ساعات يعاونوني العائلة تاعي ساعة صاحبتي كل مرة شكون يجي يعاونني حاجة من حاسر توكي نقولوا أسمع بك ذوكا ليامات هذو بالك مور العيد الكبير ثاني الناس تخرج بزاف زكاة زكاة ولو كان أهل الخير ثاني يعرفوك ولو بالك ينتظروا مناسبات ولا بغير مناسبة يطول كلها تقريبا كيما رمضان كاين الناس اللي موالفه تمد هكذا وموالفه تعاون هذه الناس وشافي عليهم تجي تتوجه ليا اسماء جبنا لك على بالنا حتى خدمي رمضان على بالنا حد يديري كسوه العيد على بالنا عند كاين شي تاثير تو في الشتاء في الشتاء تقريبا هذه الخطره وزعت حوالي 55 مدفأة الله يبارك يعني الفرنوات 55 فرنوات تغوصه ماشي طمزان اي بزاف فرنوات الاغطيه الافريشه الالبسه المازوت ندي لهم حتى البتاتا تاع المازوت باه يشعلوا باه يشعلوا كاين اللي عندهم فرنوات تاع مازوت يمشي بالمازوت ما عندهمش غاز دو فيل وصعوبه كبيره باه نفوتوا يعني شوف انا الحاجه اللي يعني راهي ضرتني بزاف بزاف وتعبت فيها بزاف التنقل برك تنقل ما كانش فيه النقل دوكا كيما رمضان هذا وكيما كل مره نتنقل حوالي باه تدي هربين وتدي كاميو يهز لك هذيك الاغطيه وهذيك الافريشه وهذيك القفف وهذوك الحوايج الكل والسلعه والمصاريف سيرتو في البناء انا اللي واقفه على السلعه انا اللي واقفه على كلش على هذيك مليح ديما تنسيق بين جماعه المحل يعني البلديه مثلا وانتم لو كان يجيو يديروا نداء ليعاونوكم انا نوجه نداء شوف يعني انا حاليا كون يوفروا لي ولو كان يعني كاميو برك يخدم معايا المناسبات ولا كي نطلع لهم ولا حاجه كي نشوف التصويره كيما هذه طرق في الجبل هذه العائله هذه تخيل طفله صغيره 4 سنين هي وباباها جاو يجريو من بعيد كي شافونا هكذا جاو يجريو على جال القفه شتي جاو حتى طاحت الطفله هذيك تجرحت في الواد هذا ما جينا نوصلوا هذه القفه والله بالذراع بها هبطوا عباك سورتو كي تصب النوم كي تصب النوم ما نقدروش نعقبوا لهم اصلا ما نقدروش نعقبوا لهم الكاميو اللي تقول له روح دي لي البلاصة كيما هذه ما يقبلش ما يقبلكش ولا يقول لك أنا تخلصني مليون تخلص لي مليون ونص به نقدر نفوت لك صح أنا مليون ونص هذيك نزيدها لهم فورم نزيدها لهم حوايج نزيدها لهم نشتي ديما نفرحهم يعني ويذ النداء أسماء مضبرني غير المياه
يا باب البلديات ماني هنا الشط نص دي ست البلديات نغ سبع البلديات ما لا نجم ما تعاون ميت ما يشتغل تواصليني ذون والسيغم ما يشتغل في ترونسبور ما يقارن تاويلا ثنوسي وثغوسي وين امثيي خاطر الشوذان اللي ما تحتاجان في معينين زيان غير نزر في غوسي وين امثيي ما بالك شكات وير تغري ميكانيطا حتى الا انا كلان ذي مريضا متى دور نون يعني متى حسام متى بغى نبات سوا متى دور نخ لاخر دور نخ مكان مجتمع مدني ما يقال الاخت اسماء اسماء بغير اسماء بغير اسماء وسيله نقل اسماء لاخر ما نضعف ليش صح تشغلي خير روسين والخاص واللي واللي خرزي خي قبريد نايد صح وغير نخي مريض سورتو نشني بلاد القصبات تقريب معروف خير يحصل مرض السرطان غير نخ بزاف ودانا اللي عندي مريض نهار السرطان بها اللي شاف واللي عندي يعني مشاكل اللي اش كان دي قويره وباش وباش غاسكري غن كذا لازم اخ لامبيلونس لامبيلونس نمشي نكتب بوذان ونداءات نخ والشوال نستجاب نتمنى ان شاء الله بالك اخي ديال 27 الشارع بزاف ان شاء الله تخير ان شاء الله تبارك الشتكي ديال يعطيونا تسهيلات مثلا هكذا ولا يعاونونا حنا باه تنقل انت وحده عندها انا عندي تقريبا حوالي واحد 25 وحده اللي عالجتهم مرض السرطان بصح باه تنقلهم بيتنا باه يروحوا يداويو ويديروا لا شيميو هاك تكري طونوبيل 400 الف باه تريح معاك النهار كامل خصكم امبيلونس حابين دوكا المشروع تاعكم ان شاء الله امبيلونس موحده ان شاء الله امبيلونس ان شاء الله انا سمعت شي لقه من البلديه قبل هذه البصبات هو شي بلديه حدوديه جار سطيف وشي جار سطيف هذا مسيلات باثنا شني اسم النقطه اللي نسيني خيسنش بعد 60 في الولايه بعد 120 كيلو سما تحوس الولايه هذا في الترونسبور يعني باش غتوت مريض كروس ويبريد ما هو دي بريد وتصلح شر ونخذ عليه مني مريض نتمنى ان شاء الله الخير ولا اللي بغى يتبرع فاطمه الجمعيات مش مش بغى ياخذ جمعيه يبرك كان كذا ان شاء الله حنا نقدموا السعي تاعنا على ربي ان شاء الله وحسام فلاس ثاني لقى يصيف قلي على غير نوض لا ايوا ان شاء الله ايه. ان شاء الله حسام شكي الله زاف المثل غورفينيسن غورفينيسن هما غير زارت العائله فهي محتاجين وزارت الذر فرح يعني ما تيتي لي رد نشام ما تاه قار والله ود الفعل تيني هاي الفرح خصبوني له ماذا بالذبي هي زواليا فرحن ولقال لقالوا ذات عوان ذيسن فرح يعني وبغيخ يعني لينا بذل المجهودات فهو ما شعلينا صفاحنا الذنب هي اثنين ذي المناطق سوتو ذي جيث النخ ذي الضيوان راس العيون ذي الضيوان الجوس غانخ مناطق الظل بزاف محتاج وسكان سنت تحتاجان ثاني مساعدة ماذا بنا نشني كصحفيين سوتو ذي الولاية الباثنة انا نركز سواء الاعلام المكتوب ولا الصحافه السمعي البصري كل هذه اللي راسهم كشت نقول نركز في الفئيات وننقل الانشغالات نسم اللي مسؤول البلديه الولايات البلديات لانه وايد الواجب النخ والمهنه النخ الطليب ان شاء الله على النيه الواجبين اسماء غنزيان ما انت تعاون لكم عمل عشان طبيب طب اذا يمشيو معكم تعاون مثلا شي الحمله ثمان وذاوي ماذا مقام خير الحالات المرضيه في المنطقه يعني كيفاش تعاملوا اذا تعاملوا مع اطباء هكذا والله احنا نمشي لوق فما نمشي نشري ديك الصبات شي غير تقريبا 32 جمعيه ها 32 الاخر اخر 32 جمعيه وكل هي اختصاص نس هلا غنخ الجمعيه اصدقاء الصحه بصح مؤخرا تروح ما نعرفش متى سما الجمعيه ديما تحب تكمل بالاراده لازم تجي مثل تكون عندك متى الاسباب نسن نشني سما غنخ الجمعيه كل هي الدور نس تاي هلا غنخ الجمعيه اصدقاء الصحه خدم نشوف مثلا واحد ثلاثه اربع مرات ودن الاطباء سي باثنا وشي سي طيب وشي كذا نشطم في مريض نروح للبقار الى عندي ديار مريضنا الى نتكاجا بزاف حل ديما تلف وتفق بس مؤخرنا لقى مار نخ واحد العامين ولاش اسمع يعني الوقت في الحفش راه خدني الكلمه تاعك الاخرى والنداء تاعك واش حبيتي تقولي لنا في الحصه تاعنا في مرحبا نوجه نداء للسلطات المعنيه انه يوقفوا معنا شويه حنا كمجتمع مدني سيرتو للنشطاء اللي راهم ينشطوا صح واللي راهم يخدموا صح نتمنى انه يوقفوا معنا نتمنى من الناس انه تزيد تدعمنا
ان شاء الله. صحتك اسمها؟ اسمك كواشي. بالعربي ولا فرنسي ولا؟ لا بالفرنسي. فرنسي اسمك كواشي. اسمك كواشي كواشي. اللي حاب يتواصل معك يتواصل. اللي حاب يتواصل يتواصل معايا. يسحق المساعدة ولا يسحق المساعدة ولا يقدم المساعدة تاعو إن شاء الله يا ربي، لأنه هاد الناس راهي محسوب منا أخويا الخير، الناس هذه راح نتحاسبوا عند ربي عليها، والصدقة أيضا راح نتحاسبوا لمن تروح، لازم الناس اللي تستاهلها صح صح وتبان لي مناطق الظل هذه لا راني مركزة عليها، لأنه شفت فيها فقر ما شفتوش في بلاصة واحدة أخرى، وراهي أفقر منطقة في ولاية باتنا تقريبا مناطق الظل تاع القصبات والرحبات وتالخمت هذو التسلسل ولاد سلام، يعني فيهم فقر مدقع، نتمنوا شوية يدوروا ليهم، نتمنوا شوية يشوفوا ليهم، رام يعانيوا صح في صمت، رام يعانيوا مادام طفل تدي له حبة حلوة ولا باط تاع قاطو يفرح، محتاج صح. يعني محتاج صح صح ويوفروا لنا النقل، يعني انا شوف انا مركزه على النقل خطرك شو ان شاء الله النقل لي بزاف، انا بدل ما نسلك هذا اللاصوم وكل نلقى على الاقل سياره اللي تروح معايا طول خير من اسمها تنقص عليا بزاف هذاك المبلغ اللي يقعد لي نزيدوا لهم حاجه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله غادي نسلم برك وتسولن، يعني تستاهل ماذا ما مطوف ما يقن ملعب على الفرز ولا مطوف سيل في 1000 ريازن تتعاود تستاهل ثاني تبد مني تعاوني زيان اولين كان قالوا يعني ما تخصتيني ذي الحصتين ايوا اولين وهم قالوا اشكر خاينا اشكر خا باب الخير الا ندعم من سي لاخص ما الدعم ديال الجمعيات والجمعيات تقدم يعني تسمى يعني صور الاموال الخاصه للسميليه تاع الفقراء. نشكر خير المنبر يبارك الله فيهم ربي يسنيرني ديال المنس ان شاء الله، واشكر خير القناه الامازيغيه الرابعه ثاني بارك الله فيكم ان شاء الله ثاني منين الخير ما قال الوساطه ديما غرسن ثاني تاوي الاجر ضام قرا ماذا قدرنا نوصلن. حسين متى دينيت قوانيش ثاني ميث تم قاتي شمي القناة الرابعة الأمازيغية في الاستضافة في حنان وبارك الله فيكم. يعطيك صحة حسام ما كلام ظفرمات يعني وايد المثال ذا نسيتي دوك لوين انه سيتي يا انتباه اتيلي ني نختاني فيش تنتي دوك لا يطن ذك حيش نظن سيت بسا زاد الظفرمين هنا روبورتاج كلان هي تي دهين دا شورت في ثاني في الشنا اشاوي في تراثني مزيغن نفرود ولا غرون فرح بيث اللي غير حابن ان التاسي ثمساليني تشاثن ذوق مزروية مازيغي شاويا اتغر منغ سقا ثلا وثرح بيث ترفاد ذي قيمان الناس لابس ندلالات يتاذفن ذي قذل السائين سعى اسوا ذي متى ثتراض ثمطوض سقاروض ام ثلام ثي لان ثتي ليفثي والنس النيغ ما يلا ذرياز غرس اعلى وسوم اللال ذو برخان اضوارو ذا ملال اذن الشاش ذل ثام ملال عيسى الجرموني نت
أغنيك تهشوي ثلا سيثل القرة وثل حق أمذان شوي إذن الحيف ذي الميزيرية ذي لان تدرن ذي قسان ذينا. فمطوثة كنت تسعى وغرس همي جذ وقرزي قوان وثلوة تغنى أسواذي ثمغرة أن يغذو قوسان وكاس غير لدى تنفع أن في عثنس أن يغد تخس أتكس فول النس. وتقييم ثغني ثشاويذ سي ثغنيين إلا نذذفن ذي التراث نمازيغن ذي شويا سيلان أليميرا. ماشي لا نظفر نقيم ديما هذه ثازوريد لسلفن التراث تغوسي وين كل قلانا خجنت انا افتخر سوثنوان التراث ذي ثمورثنا انا عدا غلطر كنت نعيد لسنا غيظ نهين دا شرفة قلانا ساوداخ اوذماون نيد لستاني سيل ولاية بالساع. مرحبا يسمهين دا ما تذزيد غير مساع.
مرحبا سيك الخير، مرحبا سي مصغر لنا سي مفرجنا الا انتقلنا دينا غادي تدويل فانا مرحبا موسم موسى ذي فركن ثاني ذي سنة أميني هني ذا الخير إذنا أذنا ون الخير ديما إلا أنت سنة نغد سي لباس نغير نثمر ثنا وسا إذمون يرد يسين سي الولاية نتبس نهني سي الاتحاد العام للمجتمع المدني الولاية نتبس سي سنة مظبر من الهيئات المجتمع المدني قضايا الساعة مني قلنا ماس ثابت جمال أنصف إيسيخ شرية جمال إذ السذي المكتب الولائي نتبسان بير مقدم سيهز بنت ذو مدو كلا إيمي قارنها حمدي حسن أكنت ذيشت سي اللجنة الريفية سي الولاية نتبسا أنصف إسفن أكل مرحبا إيسيخ أستاذ ثابت جمال. شكرا سيدتي على الدعوة الكريمة، مشكورين القناة الرابعة. الاتحاد العام للمجتمع المدني الجزائري مكتب ولاية بسا. نعم استاذ ثابت جمال، على بالنا بلي انتم تقدموا دور كبير يعني من خلال هذا الاتحاد، وعندكم انشطه كبيره بزاف يعني ولقاءات وخرجات ميدانيه كذلك، يعني كنت تحطنا في الصوره منذ اكثر من 3 سنوات وانتم تنشطوا، وش هو الخدمه اللي راكم تقدموا بها اللي تقدموا فيها؟ هو الاتحاد العام للمجتمع المدني ناشط في كل المجالات، سواء في المجال الثقافي أو المجال الاجتماعي أو المجال التربوي ولا السياحة الداخلية في مدينة بسا. لكن في الآونة الأخيرة رحنا لما تكلم سيد رئيس الجمهورية على التشاركية الديمقراطية، رحنا في برنامج ثري وثري جدا اللي هو حاولنا أن ندير زيارات ميدانية، أن نحن نخرج نحن المجتمع ونطرق الانشغالات تاعهم، ومن خلالهم نعرف التراث تاع المنطقة والتاريخ تاع المنطقة. قمنا يعني بزيارات عديدة، نخرج خرجات ميدانية البلديات، نخص بلدية ما ونزورها تقريبا قطعة قطعة أو متر، من خلالها نرفع انشغالات جميع الساكنة سواء في الأرياف أو في الأحياء، وفي نفس الوقت نأسس المكاتب نتاعنا ونأسس لجان الأحياء ونأسس لجان الأرياف باش نكونوا على تواصل دائم مع هؤلاء. يعني حتى وصلنا لحوالي أكثر من ما يقارب 50,000 ما بين عضو مكتب ولائي أو مكتب بلدي أو منخرط في صف الاتحاد العام للمجتمع المدني الجزائري. تمثال في إحلان مليحة أستاذ ثابت جمال، إذك أمين إننا يشت سي المكتب البلدي نبير مقدم سي هاز بنث مس شريط جمال كينوي خدمة ديما في الجل باش أنا تسيغ نفوس سواء الخالاتي اللي ندخل في الدار نغ يعني وذاني اللي برا، وشك سند مليح ذا مسناوي يعني سند مليح طرث نوين إذ السنوين ممش يعني تخدم ذي المنطقة يعني غذي قمشان نهاز بنت ذي الولاية ثنت بالساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أطلب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني متى تخدم يعني ذي في غوان تينو؟ أشكر أتشكر التلفزيون الجزائري في الدعوة وحسن الضيافة والاستقبال، وأذهني الشعب الجزائري بالعيد يعني بالعيد الوطني العلم العلامة أكيد ونشني يعني تدرسنا اليوم العلم أصل العلم 16 أفريل وذليغ إن شاء الله في التراث نهاز بنت نتبسى. متى تقن ذي هاز بنت تبسه كل يعني متى تخدم ذي؟ إيه بابن اسم حسوب تعمل في الراعي الراعي والخالة ثنس تقن قد طرز وتقن قي هوايز الكسكسي وهني بلي يعني الخالات ذين هني تقن لباس قشابيين والمراز التنضيق قشابيين وغرسن الخدمة إذن يريازن يعني هي تقني خدني الرجال نجي
قال الحوايج نسم وورق من يسن قي الزرابه ذي قشابن وخد من يسن قي المرمج ذا الفريك والمرمج ذا الفريك حصد ذي سيرجازن وني هنا تفورن تفورن ذي سوا وغرن غا شرا العات لازم اسم زوارو الدادياس الحصاد الفريك من المرمز لازم اي اسم زوارو لازم غمضين السيس وتفورن وغرسن العات لازم غمضين والفريق ثاني تكسنت وسقوراينت وتشوكنت ورحانت وتتجان العولت سقاس غير سقاس باش وستغنش وتعمل في الارواح نسن وغرسن غرسن ثاني التعاون قيرقاس نسن وغرسن الطرز وغرسنا اشروغان غاغي نخدم ثنس نتعاون قرقاس ننسن ويرقاس نغرسن غرسن الدور اللي غير الخدمة سيشت غير رقاسنا محسوب للخدمة ثنس تعتمد في السرحث يقول ينسن وغرسن ثانية الحواجية ثانية قيس لننسن ثانية تقن قي قي الخيل تقن الخيل ثلاث ليش ثنيك جمال ذو سليغ غر حسين كنت تخصغ يعني سينيغ في الخدمة الفلاح ديما شك غريك أميني هني ذي مضبر ني رئيس اللجنة الفلاحية ذين ذي بير مقدم هاي متى هلا الخدمة ثنوان يعني وش كذا مزيان وش الغروزة ما يعني ما مش تخدم ما مش يتخصغ هو سيتيكتين الفكرة باش تروح غل مجال الفلاحي ذين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الصحة العيد النون وإن شاء الله ينعاد عادنا بصل الخير البركة إن شاء الله إن شاء الله خمسة نغسم هذا الوراث جدا مزوارو نستقم يقف وناس نقول للفلاح نتخدم يعني المجالات كل الفلاح بصفة عامة المشتنون ذي نغرون حتى في فناسين غرون لبس غرون فناسين غرون فناسين غرون سمو اللي غطن يقوزار نسمى التربية كما يقولوا نستقام الحيوان بصفة عامة يعني بس حتقمهم لمجال تجاري نقتذين يعني ذي في الدور ثنون هلا غوصة لا تجري السنو ثنو ونتقن ثن يزميرني العيز يعني خلالي المجال التجاري اني غوزن زين غير ربح يعني تسام دور ثنون ثم السلفي سيخ برك حسام كمي مثلا في الدوكلانو نخدم امي وغير نون برك اني غير الولاية لا الولاية تكون معرفة سمت لسه معرفة استرميت ما معني كمي تنسقميني في اللاحم في القرم غير بعضاكم اما سرتو ماذا نتفسن مثل فلاحث ما تدل فلاح ثقلان صاب ثق خدمت خير لا يرضن في مزين يزير ذير ذي شيء سما نخدم مزين ذير ذن فق ونخدم الهي مثلا الحيوان غير نغم مثلا نخدم المنتوج مثلا هو اللي ما غير سرق نزمر نس بعد نهني ها مثلا نزم أو مثلا نزم ذي مثلا غير السوق يقول غير مثلا غير إنتاج اللحوم وثقام غير في اللحنة قلنا كل ويش تخدم واحدة سوت مجمل ميضم بعضها تقى توزة مثلا توقن توزة مثلا الحصاد نغذى تيلي مثلا ألدنا نلسولي مثلا قير ربيع نغذى نقن توزة ونتعانى مثلا من جمل غير بعضها مثلا غرس مثلا غرس مياني غميتين ليخص قول لي نقن توزة مثلا قم شوارة يازقن وصن ثلاثين جملة الله يبارك ها تتمسل تمثل في حلان مليح من قلنا مضبر ثابت جمال مضبر نلجنان لهيئات المجتمع المدني ذي تبسع يناب اللي نسوى الاتفاقية ذي هي ران غرفة الصناعة التقليدية على ذكر يعني في نعود يعني نرجع لنقطة نتاع الزيارات الميدانية نتاعنا لهذه البلديات نعالجوا كل المشاغل تاع الساكنة في البلدية اللي لحقناها نحن الاتحاد العام للمجتمع المدني مكون من مجموعة من اللجان لجان ثقافية لجان تربوية إلى غير ذلك من اللجان كل واحد منا يأخذ العينة اللي راهي تابع المجال تاعه من بعد نلموا كامل الانشغالات تاع المنطقة طبيعة الحال تكون معنا التصوير باش تصوروا الانتقال صوت وصورة ونديروا اجتماع في إطار تشاركية ديمقراطية مع رئيس البلدية والإدارات التابعة له والقطاعات التابعة له ونعالجوا كل الانشغالات تاع المنطقة هذيك البلدية هذيك كل واحدة بواحدة ومن بعد نخرج بمجموعة من التوصيات اللي هي تصب في إطار صالح المواطن على ذكر المرأة المكثة بالبيت كاين اتفاقية مبرمة
ما بيننا وبين غرفة الصناعة التقليدية، أنه لما نلقوا حالة من اللي يتكلم عليهم زميل حسين مثلا تشتغل في مجال النسيج أو مجال الخشبية ولا لهنا، مباشرة نوجهها إذا كان الحالة هذه حالة ولا زوز نوجهها هي تروح نرفقها تروح للغرفة نتاع الصناعة التقليدية، تفوت تدفع الملف تاعها وتفوت الامتحان التأهيلي باش تشهد التأهيل، بعدها بطاقة احترافي تنتقل مباشرة لعالم الشغل، تقدر تستفيد من قروض، تقدر تستفيد أيضا من التأمينات الاجتماعية عن طريق قطاع الضمان الاجتماعي للعمال غير أجراء. إذا كان لقينا مجموعة كبيرة من النساء هذوما من النسوة هذوما اللي مارسوا النشاط هذا في الحي هذا ولا في الريف هذا، نتواصلوا مع الغرفة تاع الصناعة التقليدية، هي تبعث لنا لجنة وتخرج حتى عندهم ثم وتعطيهم شهادات التأهيل تاعهم ثم مباشرة في امتحان تأهيلي أكيد. والمرافقة هذه تكون على جميع يعني المستويات، حتى مثلا مرات نعثروها على حالات اجتماعية نوجهها مباشرة القطاع الشؤون الاجتماعية لداس. الحمد لله رب العالمين لقين تجاوب كبير من السلطات سواء الإدارية واللي على رأسهم الوالي اللي نوجه له الشكر الجزيل اللي يجاوب معنا في كل يعني المشاغل الموجهة له، وأيضا السلطة المنتخبة وعلى رأسها رئيس المجلس الولائي اللي يستقبلنا يعني تقريبا بشكل دوري ويسمع لنا ويعالج المشاكل بقدر المستطاع، خاصة نحن مبازين على مركزين على الانشغالات تاع الساكنة، لأن الفترة هذه تحتاج منا مرافقة دائمة للمواطن في كل المجالات. بطبيعة الحال هم متجاوبين معنا في إطار يعني الإمكانيات اللازمة، في إطار يعني الإمكانيات المزدة، إذا كان مثلا كاين مشاريع ولا طلبات من المواطنين تتجاوز حتى السلطات المحلية أو السلطات الولائية. خلي مثلا نذكر على سبيل المثال تبسة مثلا محتاجة تدخل مثلا في عدة مستويات على المستوى المركزي، عندنا مثلا مصانع كيما مصنع الزجاج المربيض يحتاج تدخل على مستوى عالي مستوى مركز من الحكومة باش يعاودوا يفتحوه باش يوفر مناصب شغل للمصنع هذا مخدوم منذ فترة زمنية طويلة والمادة الأولية كاين ومازال فقط الانطلاقة نتاعو الإنتاج. محتاجين مثلا في ميدان الأشغال العمومية ازدواج الطرقات، عندنا طرقات قديمة خلاص ما كانش فيها ازدواجية، هذه تحتاج تدخل مركزي. أيضا على مستوى المدينة كما تعرف المدينة تزداد يوم بعد يوم وتكبر وتكتظم بالسكان، كل ما يتعلق بمتطلبات المواطن اللي تتعالج على مستوى المحلي نحاول نعالجوها بحدود الإمكانيات المتوفرة للبلدية. يعني نهني ديما فاكروسين يتعانى مني يتعانى مواطن هني مني نقار لسان حال نتبسة نغنى الولاية نتبسة باش أنا نحسبن فاكروسين يعني المشاكل المواطنين ذي تبسال ذي، خاصة من هني ذا حسين باللي أمكنوي يعني ذي ثبلاست نريف غرون لبس فاكروسين ما يخذده فيهم كل شيء يسهل يعني خدمة بس غرون انشغالات غرون. شكرا تخدم قلت في الياحة تمارس ولك أنه غير نغل مشكلة المشاريع التنموية غير نغش تريسيتي ذا ومان ذي بريذن كلنا يعني صعبة في نغل الميتيائية يعني الميتين يعني يعزف الرغ بصح انه في صعوبات مقارنة يعني خاصة نقول كهرباء يعني الكهرباء غير نغش يعني نتعان خاصة نقهاجر تقول نبض وسخان الدين فنقي رمضان مثل لا خاصة مثل التريسيتي مثل مثل مثلا يغسلك ذيز مثلا نقي رمضان يغذي غير نغذى كسوم يفز يغمل الفرجدير وغير نغش يعني رق ونراسل السلطات من السيد الوالي المجلس الولائي يعني قبل ندعو ثنغ يعني بصح يلقى يعني المشروع تجسيد يعني ليش يعني يلق هي الفلاحة في على ذكر الفلاحة في تبسة، هي الفلاحة في تبسة متنوعة. تبسة هي مدينة يعني من الصحراء فيها صحراوية وتل كروح مثلا المنطقة الحدودية صفصف الوسرة ملايين أشجار الزيتون، ثم الناس ما شاء الله مستثمرة في أشجار الزيتون وتنتج يعني زيت الزيتون بالنسبة لمنطقة فركان ومنطقة صفصاف الوسرة ومنطقة بير العتر يعتبر من أجود أنواع الزيتون. يعني حتى قبل في وقت الرومان وما قبل الرومان كان يعني ثم أول معصرة على مستوى العالم وتشيئت ثم يعني في هذه المنطقة لأن اعتبروها فيها زيت ما شاء الله.
هذوما ثاني ايضا رافقناهم في جميع انشغالاتهم ورافقناهم في جميع في ذكر يعني الانشغالات الخدايم منك خصك تسقسي شريط جمال جمال كينيغ يعني الخدايم ذين ما تخدموا كل نين الزيتون وثلا يثلا في شجرة الزيتون يثلا في الرعي النيغ في سراح هرني يعني هرني سرسان غربة ماضي الصورة اش مني غساعة نشكر الرئيس عبد المجيد تبون في الاهتمام منس فنقاط ظل يتقاس قيلة ولو يثبش المواطنة مغبون هذه التعلق ذي الحال فنس لكن اش مني الرعي قيت بسا محسوب تعتمد في فهمتنا ومثنا المنطقة الثلجية في ثقلي محسوب هكا غير الصحاري قيم 3-4 أشهر قي سخان ثم بعد قي المشتة هكا غير تشتن غادي قي الصحاري سمحنا بموسى قي الحدن والسوق قي الحدن الولايات يعني ليدها هكا غادي خلاص لكن شميني تعانان تعانان قال أمور ثنس هذي قلي وورث عن سن يدروس واللي نسن خصنا العلف وخصنا الدعم في الدولة. أنت تمثل في لان تلزم صح ومين قلنا حسين يعني قبل ما عندنا ذف ذي هوت لي ذا نغن ولا قلي غروغ اللاغروسان يا إنقوران رمضان لم خدمة من الخدمة التمقرة يعني سريم القفة رمضان وستشم يمس بريذن وكان أنتو تلايم في النشاط الحاصلة يعني النشاط من ما تقول أنا سمع نشاط قيل قيور رمضان نخدم الخير نسرب القفص راه نضيف طيم رمضان يوزنك الغرس نش يكون جيل ونسرب ثاني كشط العيد تمثال في احلان مليح يعني ديما الخير الا غير الفضل اني مشارك مش يعني وزنك نعاود يعني عاون كل ساهم نقول الخير يعني مشكورين على الولي الكل بصفه بصفه عامه وعينا العينات المكاتب يعني عندنا مكاتب بلديه متصله 28 بلديه صحيح. تنشط في اطار المد التضامني والشؤون الاجتماعيه عندنا الافطار الجماعي عندنا الكشف الايتام حتى يعني الاتحاد حتى استاذ نقطعك حتى خرجتوا ميدانيا للتنظيف يعني الطرقات اكيد يعني كاين عندنا في مجال البيئه حملات تضامن حملات يعني تضامنيه والمدرسه يعني كنتوا تخدموا حتى مع المدارس يعني باذن غرباز نعم اكيد عندنا فرقه مسرحيه فرقه كنوز للمسرح ترافق دائما هؤلاء التلاميذ في جميع النشاطات تاعهم عندنا ايضا حاضرين في كل النشاطات والايام الوطنيه بنشاطات يعني ثريه ومتنوعه من بينها مسابقات وتكريمات الى غير ذلك من النشاطات مسابقات وتكريمات نعم هند ورنينغ ورا برك اكيد انه في ميلاش غير اولا قالوا شريه جمال ربما كريسه رساله وصلنا كني خبرات خصها توصلت ني غوال خصاتيني فقط يعني عندي رساله انا حملوني مجموعه في خلال الزيارات الميدانيه تاعي حملوني مجموعه بلديه كامله من المواطنين او نقولوها دائره سيدي الكريم هذه الدائره يعني جميله ومليها طيبين جدا يعني تسمى مدينه الالف شهيد هي مدينه الشيخ العربي تبسي مدينه الشيخ العربي تبسي ومدينه شريط الازهر هؤلاء حملوني مسؤوليه هي طلب نناشد رئيس الجمهوريه يعني هم عندهم في مستشفى البلديه هذه فيها مجرد هي دائره فيها أكثر من 50,000 نسمة ببلديتها الثلاث بلدية بير مخرد متابعينها بلديتين حمامات وغريغر عندها بولي كلينيك عندها عيادة متعددة الخدمات الناس راهي تعاني ثم ساكن كلموني المواطنين ثم قالوا لي حوالي 35 مرأة اللي توفت في الطريق بسبب يعني الولادة المستعصية حولوها لمدينة خنشلة أو مدينة بسة توفت في الطريق الناس مساكن تعاني ثم لذلك نناشد يعني عبر يعني عبركم انتم رئيس الجمهوريه ان شاء الله يعني ان شاء الله نسالني مسؤولا خاطر يعني وي تستاهل اذا ماني دانس في غير نبات يعني مستشفى 40 سرير او 60 سرير يعني يا من نزرع نهني يا من القاره وقام تروح
يروحوا كخرجات ميدانيه، هذا انشغال من بين الانشغالات تاعهم. نعم، وعندك كلمه اخيره حسين، تفضل. اخيرا شكرا، بارك الله فيك. الكلمه اخيرا ناكد على بالنسبه للمشترفيه، هذه منطقه حمدي الدكان تزبنت، هذه فيها بيت، فيها بيت ثاني قديم، ممكن تشوفوا الصور. انا عندكم بيت المناضل حمدي عبيد من سخريفة، كان اكبر من المناضلين، يعني كانوا القاده زعماء تاع الثوره كانوا يجوا يناضلوا ثم وتجمعوا ثم وقدموا كما نقولوا اداء كبير ثورة التحرير المباركه. وعدنا سما نعانوا مشكله انا خاصه في تريسيتي، يعني قاعد اهل المشتي هذه عندهم مشكله في تريسيتي من 1960 وقيم ابن عن جد، ما زلنا نستفيد في المشاريع ان شاء الله. ورقم الاستاذ جمال ذاك شكي اين انا غوالا نقارو نيش وسيد، يعني غوالا نقارو من يغرب ان يحكم الدول ثنا وان يحكم الرئيس ثنا. امين ان شاء الله، يبارك فيك كل يوم ومشي من غلفورس باش انه ثلاي ونوصل الصوت لنا زوالي ان شاء الله. وبارك الله فيكم وشكرا. ثاني مير تنوي لا تبعني وسينا خد صوات سياسي الولايات بسان. ثاني مير تنقرات يخمي اقلان ثوث ما خد قليف الولايه، يعني ذا غير نلفلا حث ويتوسن سلاوي ويذن زي. ثاني مير تنقرات قالنا مضفر مضي خذي تدويل مرحبا سا فونغار وونيني قيمة نغذي لهنا غير تعادثي تنمي خسر بي